انا جيت هشام اتجوزته وخلفنا ناديه وسليم مش سليم سليم كله تحت السيطره. انا عايز نطلق. انا بنتي تتطلق ليه؟ طب حاول ايه لاخوكي في دبي؟ انت شخصيه توكسيك. فين بابي؟ بابي عايزنا ننفصل. هشام سابني يا نسرين. انا النهارده مش جايه اقابل ولا مرات هشام، انا جايه اقابل صاحبتي بتاع زمان سهى بنت خاله هشام. كده قفلنا جويند اكاونت. انا عرضت عليها مصروف شخصي شهري. وانا قلت لك ان انا مش هاخد مصروف عشان اخد بالي من ولادي. اشتغل. اشتغلي؟ اشتغلي ايه؟ مش عارفه. ايه قله المزاج دي؟ طب انا هروح معاكوا ازاي يعني؟ زينه حبيبتي هو انا كنت خلفتك ونسيتك؟ زينه هو ما حدش قال لك انك ما يصحش. لا يا تيتا سهير مامي الله يرحمها ما لحقتش تربيني. صباح الخير. كويس اني شفت حضرتك. انا اللي كنت عايز اعرف لو كانت زينه متقلة عليكم اليومين دول. لا لا دي روح البيت دي عامله دوشه وونس. طارق زهني دلوقتي بقى من اشهر البيزنس كوتشز في الشرق الاوسط. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا منتصر. ارمس. ايه ده صح؟ بندور على ام سيد. انا كنت باجي زمان اخد منها ورد وياسمين انا مش هلاقي مواد زي اللي عندكم. هتشاركيها. امشي ورا احساسك. يور جاد فيلينج. مبروك شاركتي مشروع كلب بلدي. تسلك رضا. بس بقى بس بقى. كل علبه من دول فيها خبره الصيدلانيه وفيها حب الام وفيها حنيه البنت. وعشان كده انا قررت اسميها سكند تشانس. سكند تشانس؟ الاوردرز ما وقفتش من الصبح. صوره ديتا وان فايرال. انا بقيت ترند. انا حسن عبد الحي مؤسس فكره الكامب ده. ده كامب الاباء. اللي معترض على ان الدكتوره علا تفضل موجوده يرفع ايده. خلاص يا بابا ما فيهاش حاجه قوي. عشانك انت بس ياسين. انت من اغرب الناس اللي قابلتهم في حياتي. مش عارفه انت مبسوط ولا مش مبسوط، زعلان. قصدي اني اتعودت اعيش مع الموت، بس انت حياه يا علا. انا كنا جايين عشان نتبسط، اديكي انت اتعرفتي على ياسين وبابايا اتعرف على مامتك. الو هشام فين؟ دي تاني ازمه هيتعرض ليها في فتره قريبه جدا، لازم نتاكد ان اللي حصل ما يتكررش تاني. مش زينك ما سبتنيش. لو حبيت تفضفضي انا موجود. مش مهم اللي حصل. المهم اللي هيحصل. يا علا انا عايز ارجع. ترجع فين يا هشام؟ انت وجعتني والوجع ده غيرني. ازيك يا سهى؟ هو انتوا مش ناويين تنفعوني تاخدوا من عندي قرض تكبروا المشروع ده؟ الناس كنت بكلم وحد اعرفه مستثمر لقيته انترستد على فكره. مساء الخير هادي. احنا عندنا التزام تجاه البرودكتس بتاعتنا وتجاه الكلاينتس بتوعنا. انت شايفه نفسك فين كمان 5 سنين؟ مروان بقى شوزينا وخلاص، في حاجه جديده صح؟ تفتكري هقدر احب واتوجع تاني؟ يا اختي حبي واتوجع تاني ما فيهاش حاجه. انت حياتك زحمه قوي يا علا. انت مش جاهزه. طب وانا ليه حاسه اني جاهزه؟ هي لما تفضي حياتك شويه كده هستنيك. هتنزلي ولا تكملي حضرتك؟ هكمل.